البنات ليكم ساعة بتنقوا الحاجات وانا سئل يلا عشان عايزة اذاكر بجد خلصوا. مش هنكلم كتير هكلم الراجل. ما تحرجونيش هتكلمي انتي ولا ايه؟ خلاص اكلمه انا يبقى احنا اتفقنا. تمام؟ ماشي. الو اي فندم مساء الخير. كنا عايزين نطلب اوردر. طيب اول حاجة عايزين 4 بيتزا فراخ. بالنسبة للساندوتشات تمام. عايزين 2 هالوبينو، عايزين 2 لو في كوردون بلو يبقى زي الفل. طيب عايزة 1 هالوبينو كبير ليا بقى عشان حضرتك بذاكر فهفتانة تعبانة قوي والله، يعني مذاكرة طول الوقت وامتحانات فضغط اعصاب يعني ما لوقتك. انا اسف يا فندم معلش انا بكب على طول. عندك كول سلو؟ طيب خلاص يا فندم معلش انا عايزه واحده ليا كبيره. واحده بالظبط كول سلو. لا هما مش عايزين، لا هما امتحاناتهم اصلا بعدها باسبوع، بس انا امتحاناتي خلاص بعد بكره، فانا حاسه ان انا مزنوقه وتعبانه فانا محتاج. نعم يا فندم. يا فندم سيبني ان انا اتكلم واعبر عن مشاعري، انا عندي امتحان. مولتن كيك تمام. لا انا عايزه بقى برضو واحده اللي هي المولتن كيك عليها بولت ايس كريم فانيليا وبولت ايس كريم شوكولاته. الميكس بينهم على فكره بيبقى حلو. عارف حضرتك مره كانت البوله بتاعت الفراوله ما عجبتنيش بصراحه، انتوا ادائكم كان سيء، لكن انا لاحظت انه اخر مره كان حق. اي فندم في يا فندم انت ليه بتقهرني؟ في ما تسيبني ان انا احكي، انا دلوقتي واحده مضغوطه وعندي امتحانات ومتضايقه، ما تسيبني انا اقول لك اللي عندي. طيب اخر حاجه في بيبسي عندك ولا لا؟ انا ملاحظه ان حضرتك قلت ازاي يا فندم؟ لا طبعا مش هينفع. لا خلاص لو مفيش بيبسي دايت احنا مضطرين نلغي الاوردر كله. انا ما ينفعش اكل الاكل واشرب بيبسي عادي، لازم اشرب بيبسي دايت. اهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة ما تنساش لايك الفيديو وشايف الزرار اللي تحت هتدوس عليه سبسكرايب وتفعل علامة الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. النهاردة الحقيقة جاية اكلمكم عن دواء اتسألت عنه الفترة اللي فاتت بشكل يعني محدش يتخيله، اسئلة كتير جدا كلها بتسأل عن دواء اسمه السلفستر 1. الحقيقة الدواء ده طلع الفترة الاخيرة ان هو بيساعد في التخسيس، وطبعا نظرا لان هو يعني ليه فعالية كويسة جدا، ده غير كمان ان هو سعره يعتبر رخيص بالنسبة لاسعار ادوية التخسيس، فالناس بدأت تسأل عنه بشكل مكثف، فكان لازم النهاردة نتكلم عنه واقول لكم يعني كل حاجة بخصوص دواء السلفستر 1. اول حاجة خلينا نعرف ايه هو السلفستر 1. السلفستر 1 ده عبارة عن دواء مساعد بيستخدم في علاج مرضى السكر، يعني مرضى السكر بيستخدموا علاجات تبعهم هما ومع الدكاترة بيكتبوا لهم على السلفستر 1 لانه بيستخدم كمكمل غذائي يساعد في حالات مرضى السكر. طيب هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 مواد رئيسية. اول مادة حاجة اسمها جارسينيا كامبوجيا ودي تقريبا بنسبة 60%. تاني حاجة مادة اسمها كروميوم بيكلونيت. تالت حاجة وهي خلاصة لمادة اسمها جيمنيما سيلفستر واللي على اسمها او من اسمها اتسمى الدواء باسم سيلفستر 1. طيب علشان نعرف هل الدواء ده فعلا فعال وكويس جدا ولا اي كلام وبيضحكوا بيه علينا، خلينا نعرف كل مادة من دول بتعمل ايه في الجسم علشان نعرف نحكم عليه ونشوف هل هو فعال ولا لا. نيجي بقى لاول مادة موجودة فيه وهي اللي اسمها جارسينيا كامبوجيا. طبعا اللي ما يعرفش جارسينيا كامبوجيا دي مادة مشهورة جدا لانها بتدخل تقريبا في معظم ادوية التخسيس اللي حوالينا، هتلاقي المادة فيها جارسينيا كامبوجيا. ده كمان في ناس بتشتري اقراص اسمها جارسينيا كامبوجيا تبقى يعني مستوردة، فالمادة دي ممتازة جدا جدا في التخسيس. ليه بقى او هي بتعمل ايه؟ اول حاجة انها بتقلل الشعور بالشهية، وخلوا بالكم ان دي مشكلة رهيبة بالنسبة لناس كتير بتعمل دايت لان على طول بيبقى شهيتهم مفتوحة وعايزين ياكلوا، فهي بتقلل الشهية. تاني حاجة بتقلل الارهاق، الناس اللي بتحس بتعب اثناء الدايت بتقلل الارهاق، كمان بتقلل الدهون حوالين البطن، ده غير انها بتحافظ على مستوى السكر في الدم، وكمان بتقلل التعب اثناء التمرين. فالناس اللي بتتمرن او بتروح الجيم لما بتاخد المادة دي بتحس انها بتقدر تستحمل اكتر وبتقدر تلعب لفترة
فترات اطول. فيعتبر بالنسبه لاول ماده موجوده فيه اللي هي الجرسينيا كامبوجيا فهي دي ماده ممتازه جدا والحقيقه نتائجها رائعه جدا في التخسيس. نيجي لتاني ماده مهمه جدا في السلفستر وهي الجمنيما سلفستر، والحقيقه الماده دي تعتبر كانت بتستخدم قديما جدا في الطب الهندي وهي ماده مشهوره، ودي بقى الماده اللي بتلعب على السكر وفي نفس الوقت بتلعب على فكره التخسيس. ليه؟ لان هي بتقلل امتصاص السكريات وبتساعد على خروج السكريات مع الفضلات. يعني لو انت بتاكل وجبه فيها كربوهيدرات او فيها سكريات هي بتقلل الجسم ان هو مش هيمتص سكريات كتير ويخرجها على طول مع الفضلات، وبالتالي فانها بتعمل على انها تظبط مستويات السكر في الدم، تعملها توازن. ده غير انها بتقلل الدهون والكوليسترول في الدم، وكمان في حاجة حلوة فيها زي ما بقول دي بتنفع قوي لمرضى السكر ان هي بتقلل الرغبة للسكر. دايما مريض السكر بيبقى دايما عايز ياكل سكريات كتير، فالمادة دي حلوة انها بتقلل الاحتياج للسكر، وطبعا دي بتنفعنا كلنا. يعني واحنا بنعمل دايت في ناس كتير بتبقى عايزة تروح للسكر وعايزة تاكل اي حاجة مسكرة، فالمادة دي بتعمل على تقليل الحاجة السكر وبالتالي طبعا بتقلل وزن الجسم. نيجي بقى لاخر ماده وهي الماده اللي اسمها كروميوم بيكلونيت. الماده دي بقى اصلا برضو بتتباع وحدها زي ما قلنا على الجرسينيا كامبوجيا، الماده دي برضو بتتباع وحدها لان هي اصلا بتساعد في اول حاجه انها برضو بتظبط نسبه السكر في الدم، وكمان اصلا بتستخدم كمكمل غذائي في حاله الناس اللي بتعمل دايت وعايزه تخس وبتقل في الوزن، غير انها بقى بتزود معدلات الطاقه وبتحسن الاداء الرياضي خاصه للناس اللي طبعا بتلعب في الجيم وصالات الرياضة ومحتاجة طاقة، فبتعتبر المادة دي برضو بتساعدهم على انهم يدوا اداء رياضي افضل بكتير من انهم لو مش بيستخدموها. يبقى الدواء ده من خلال التلات مواد اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي موجودين فيه، التلات مواد ما فهمش مشكلة لو انت عايز تستخدمه كدواء يساعد في التخسيس. الحقيقة طبعا كان ناس كتير قلقت لما ابتدت تقرأ ان هو مكمل غذائي بيستخدم في علاج حالات مرضى السكر، وعشان كده الحقيقة انا برضو بحثت كتير جدا علشان اتأكد ان كل المواد اللي فيه امنة وما فيهاش اي مشكلة، بس طبعا في تحذيرات ما ينفعش، يعني في ناس ما ينفعش تستخدم الدواء ده. اول حاجه لو سيده حامل او بترضع ما ينفعش تستخدمه، لو حد عنده مرض في الكلى ما ينفعش يستخدمه، لو حد عنده مرض في الكبد ما ينفعش يستخدمه. اما اصلا الناس اللي هي بتعاني من السكر، خلي بالكم احنا قلنا ان هو بيستخدم كمكمل غذائي في حالات مرضى السكر، فالناس اللي بتعاني من السكر ما ينفعش برضو يستخدموه قبل ما يرجعوا بس للدكتور علشان يتابع معاهم مثلا لو في انخفاض لمستوى السكر او مثلا محتاجين يظبطوا جرعه الدواء. فيفضل لو حضرتك او حضرتك مريضه سكر ترجعي الدكتور الاول قبل ما تستخدمي العلاج ده عشان يحدد معاكي كل حاجه. طيب السلفستر وانا الجرعه بتاعته هتبقى ايه؟ الجرعه بتاعته هتبقى 3 مرات قبل الاكل، ودي نقطه مهمه جدا لانها عملت برضو يعني لخبطه انه الناس لما دخلت تبحث عنه لقيت ان هو المفروض الاستخدام بتاعه بيبقى بعد الاكل. طيب يا جماعة أنا موافقاكم، هو الاستخدام بتاعه بعد الأكل ده طبيعي في حالات مرضى السكر، لأن هو تمام هو هياخده مريض السكر هيظبط له السكر في الدم والحاجات دي. بس خدوا بالكم إن أنا دلوقتي لو هستخدمه كتخسيس أنا عايزة أستفيد من حكاية سد الشهية، زي ما قلنا هو بيقلل الشهية بيقلل الرغبة في السكر، فمحتاجة أخده قبل الأكل. ففي حالة إن احنا هنستخدمه كمكمل غذائي بيساعد في التخسيس هناخد الجرعة بتاعته 3 مرات قبل الأكل بنص ساعة أو بساعة. طيب حد يسألني هل يا دكتورة ممكن يبقى فيه أعراض جانبية؟ يعني هل ممكن أحس بأي مشكلة وأنا باخده؟ حتى الآن مفيش أي أعراض جانبية واضحة أو مفيش ناس اشتكت منه، لكن ممكن يكون في حاجة بسيطة قوي إنه في ناس بعد ما استخدمته حست بميل للقيء أو شوية كركبة في الجهاز الهضمي، ودي حاجة ما استمرتش يعني راحت بسرعة، فيعتبر حتى الآن مفيش منه أي مشاكل وتقدر تستخدمه بشكل آمن. لكن في رأيي الشخصي زي ما قلت يعني يفضل ان انا ما اتكترش عن 3 شهور. تابعوني بالنتيجة، بعتولي في الكومنتات بعد 3 شهور عمل معاكم ايه، وانا هقول لكم مثلا اذا كنتوا تستمروا عليه او تستخدموا حاجة مساعدة او تبدلوه خالص، علشان طبعا في النهاية زي ما قلت هو مش دواء اصلا للتخسيس، ده هو مكمل غذائي بيستخدم في علاج السكر واحنا يعني بنتحايل عليه وبناخده كدواء في انقاص الوزن. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في الحلقة دي وقدرت تقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك سبسكرايب شير الفيديو، وما تنسوش سيبولي اي كومنت او اي سؤال وانا هجاوب على كل اسئلتكم، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.
باي باي.